إلى ذلك نشهد والد الشاب مصطفى محمد رئيس الوزراء والجهات الأمنية في محافظة كربلاء بإنصاف ولدي والقبض على المجرمين وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل بعد أقدامهم على طعن ولده بآلات حادة في وضح النهر. احنا نشغف بقناة التغيير بيناتنا، احنا الصحافة الحرة اللي تقدر تنصف الناس على قضاياها، وناشد رئيس الوزراء مصطفى الكاظم والسيد فارق زيدان رئيس السلطة العليا القضائية، وناشد وزير الداخلية الغانمي على انصافي، لانه لحد هسه السلطة القضائية والسلطة التنفيذية ما قامت بواجبها بالصورة الصحيحة، لانه ابني انشل شلل ثلاثة ارباع جسمه شلل، يعني بس ايديه تحرك وراسه. واني اناشدكم اعتبروني ابنكم اخوكم، انا انظلمت، اني اكو ناس هنا متسلطه، كربلاء صارت غابه ومقابلها السلطه القضائيه والتنفيذيه ما جات تتخذ اجراء ضد ذول الناس، ولحد هاللحظه ما حد اجاني، لا سلطه قضائيه ولا تنفيذية، وصدق أمر قبض بحق أحد المجرمين اللي هم من 11 واحد، وصدق أمر قبض وما اتجهت السلطة والقتل قبض عليه، ولحد هسه المجرمين أحرار.